لا بعد المعاناة اللي قلنا نعانوها من قبل، كنا ندورو في حومات وقاع وصطاد، شغل الشعب اللي كنا نروحو له من قبل دوكا عاود ولا هو يجي عندنا، تعرض للحقرة، تعرض بزاف صوالح. زيد غير لا سوفرونس اللي تكون تقاسي فيها مع الشتاء في الصيف، في الشتاء والسخانة في الصيف، شغل هي اللي تردك، شغل لازم لك تخدم ودير بروجي قدامك. عندنا زبائن كل مكان يجونا يقصدوا المحل تاعنا، ناس سبيسيال يجوا من بعيد وما قريب يجونا لهنا، ريحوا عندنا يشربوا اتاي، الحمد لله عجبتهم القعده، عجبتهم الخدمات تاعنا الحمد لله. لازم يكون عنده هدف يوصل له، سما ماشي شغل العرق اللي تعقل اللي تلقاهم في طريقه خلوه يحبس، لازم شغل يتحداهم ويدير هدف يوصل له، سما ما يكونش فاشل ما يفشلش. مستقبل انني حابة ان شاء الله يفتح علينا ربي ويكونوا عندنا محلات، نكبروا شويه المشروع على خاطرش الناس لاتاي الصحراوي هذا تقصدوا الناس من كو بلاصه، كي يكون اتاي صحراوي يتميز بلمسه صحراويه طبيعيه. وانا راني حاب العلامه هذه تاع بن داود، خيمه بن داود تعم على كل الولايات ان شاء الله.